كابتن اسامه يمكن ماتش النهارده لا يقبل القسمة على اثنين، يعني انت مطالب ان انت تكسب النهارده، انت كنادي اهلي تكسب النهارده. يعني في اوقات كتير جدا في بعض المباريات نقول ايه، برضو احنا عايزين عرض ونتيجه. ماتش النهارده من الماتشات اللي احنا عايزين نتيجه. مفيش شك انت الهزيمه الاخيره بتاعت سيمبا حطتك انك انت لازم تسعى للمكسب. وبالمناسبة كمان ان سيمبا النهارده تعادل يا كابتن اسامه بره ارضه 0-0 مع المريخ. سيمبا كده وصل ل7 نقط. مظبوط. واعتقد ان هو اعتقد ان هو هيكسب الماتش الجاي. المريخ عنده في السودان وهيوصل ل10 في تنزانيا. وعنده ماتشين متهيألي ورا بعض. ما هو بيلاعب رايح جاي زي ما احنا هنلاعب فيتا. فانا اقصد انه الماتش العوده هيبقى في تنزانيا غالبا هيكسب. فعشان كده انت مطالب انك تكسب فيتا كلوب. لانك انت بعد كده رايح لفيتا كلوب هناك. مطالب انك تكسب. وزي ما علاء قال انت بمستواك العادي ان شاء الله هتكسب. وانا كمان متوقع ان شاء الله هنكسب اكتر من 2. انا متوقع كده. وفرقه فيتا مش بالحجم اللي انت متوقعه بنتيجه مباراه المريخ. لانك انت لما تشوف الاهداف اللي ده جت في مباراه المريخ، اولا في هدفين منهم سهلين جدا لحارس المرمى، سهلين جدا. الهدف الاولاني شوطه ضعيفه جدا وقعت من ايده، والكره الاخيره راجل خبطت في داره وراح رقصه وحطها جون فاضي. ومنها واحده بس تسديده من بره 18 راحت بشكل حلو وضربه جزاء. يعني من الشكل اللي احنا شفنا فيه فرقه المريخ في القاهره مع النادي الاهلي 3-0. مش ده المريخ اللي نعرفه. فكان يعني نتيجه سيمب فيتا كلاب معاهم 4-1 ما تخوفناش احنا كاهلي. هي الموضوع خلاص اتحصر بينك انت وسيمبا وفيتا. فعشان كده انت مطالب النهارده انك تكسب فيتا كلاب عشان توصل للنقطه 6 تبقى تحت سيمبا، وان شاء الله تعمل نتيجه ايجابيه في مباراه فيتا هناك، ثم جاي لك بقى المريخ وسيمبا يعني. فانا اتصور قصدي هتروح للمريخ وهتلعب سيمبا هنا. في الاخر يعني. فالنادي الاهلي خبراته اكبر، امكانيات لعبته احسن، كل المقومات في صالح النادي الاهلي. فانا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي هيكون، بس هم جايين لك بروح معنويه عاليه. ماشي ماشي. ما انا ما بقولتش لا، ما هو مش معنى كده ان انا بقول النادي الاهلي فرصه اكبر ان فيتا كلوب جاي مسلم مسلم يعني وخلاص هيتغلب ويروح. لا انا مش اقصد، ما اقصدش كده، بس انا اقصد ان كفه النادي الاهلي ارجح بكتير لو احنا في الحاله الطبيعيه بتاعتنا. وانا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله مش هيلاقي صعوبه كبيره النهارده ان يكسب فرقه فيتا باذن الله. باذن الله رب العالمين.